خليني ارحب بسيادة النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير يا فندم. الو، اهلا بيك يا فندم، شرفت حضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. النهارده حضرتك تابعت، هل وزير الاسكان خلص فندم ولا لسه في عرضه امام البرلمان؟ لسه موجود. أيوة. طيب يعني اهم ما قال وزير الكهرباء النهارده، وكان فيه تعقيب من الساده النواب على تصريحات دكتور محمد شاكر، كان ايه؟ مظبوط. هو طبعا النهارده معالي الوزير استعرض الخطه بتاعت عمل الوزاره في الفتره السابقه، واهم جزئين كانوا من رايي الشخصي كان موجود في الخطه، ان احنا طلع يعني عندنا فائض من الكهرباء قابل للتصدير. نعم، دي من النقط المهمة جدا. احنا بس منتظرين خط الربط اللي هيتم من عندنا مع قبرص ينتهي، وان شاء الله نبقى جاهز للتصدير. دي طبعا خطوة قوية جدا، وتحط مصر في مكانة متقدمة طبعا كهب بالنسبة للطاقة يعني. والجزء الثاني اللي برضو كان موجود، ان احنا النهارده بننتج 20% من الطاقة الكهرباء المنتجة في مصر من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية. نعم، الطاقة المتجددة. ايوه. وقدرنا نوصل يوصل مع الوزير وزارة الكهرباء بالتكلفة نوصلوها لغاية 60 سنة. مش عارفة ابتديت ما اسمعكش يا ست النائب. حضرتك يعني لا انا بتكلم على الشبكة. تمام. ما يجي لك وزير الاتصالات من فضلك قول له انه مشكلة الشبكات بقت بزيادة قوي. بقت بزيادة قوي. مفيش حد ما بيشتكيش من أي شبكة موجودة في مصر. مظبوط. اتفضل يا فندم. الحمد لله احنا قدرنا نوصل لدور وزارة الكهرباء إن هي تطلب منتجة من الرياح تكلفتها 3 سنت.